أيضا مع هذه الزلازل هناك متلازمة السحق أو الهرس وهي كابوس يلاحق السوريين الناجين من تحت الأنقاض، وهو ما حذر منه الدفاع المدني شمال سوريا. ما هي متلازمة الهرس مشاهدينا؟ هي حالة خطيرة تنتج عن الضغط الشديد والمطول على أحد أعضاء الجسم، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت في 72 ساعة الأولى. لذلك يحتاج لرعاية صحية خاصة ومتقدمة. الأطباء ممن تواجدوا وعالجوا الناجين بزلزال تركيا وسوريا تحدثوا عن أن أكثر المشاكل الصحية التي تهدد حياة الناجين من تحت الركام هي الأضرار المباشرة العظمية والعصبية، إضافة لتلك التي ينتج عنها نزيف البطن أو الأحشاء أو الرئة. من أخطر تلك الأمراض أيضا ما يعرف بمتلازمة الهرس الذي يهدد حياة الناجين، حيث من يبقى تحت الأنقاض ليومين أو لثلاثة يكون لديه أذيات هرسية للأطراف أو ضغط على الأطراف بكسر أو من دون كسر وكدمات ضاغطة تسبب انقطاع التروية الدموية. ينتج عنها ماذا؟ تجمع مواد سمية نتيجة تحطم العضلات والأنسجة على رأسها الميغلوبين، وعند عودة التروية الدموية للأطراف بعد تحرير المصاب والناجي وتحرير الطرف تعود التروية الدموية لتنقل معها المواد السمية إلى الكلية، وتقوم أيضا بتعطيل عملها، ويحدث بعد ذلك اضطراب للشوارد في جسم الإنسان وعلى رأسها البوتاسيوم الذي يعتبر مادة سمية للقلب قد تؤدي لتوقفه. أيضا بسبب متلازمة الهرس يبقى المصابون تحت المراقبة الطبية حتى تصل نسبة السوائل في الجسم إلى المعدل الطبيعي، وهي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الناجين من تحت الركام خلال 72 ساعة الأولى بعد الإنقاذ. ماذا يوصي الأطباء؟ يوصوا دوما بأن مصابي متلازمة الهرس هم بحاجة إلى كثير من جلسات غسيل الكلى لضبط الكرياتينين وأيضا اليوريا والبوتاسيوم، وقبل ذلك يوصون ببدء معالجة المصابين من موقع الحادث، وهذا مهم جداً.